وللمزيد عن آخر التطورات في القصير ينضم إلينا من هناك مراسل الأخبار معين درغام. معين، ما آخر إنجازات جيشنا الباسل في القصير؟ زميل وائل ولمشاهدي الفضائية السورية. وائل، كما شاهدت هذه التقارير الميدانية، هذه هي المشهد الميداني وإنجازات الجيش العربي السوري الذين يدكون أوكار ومقرات الإرهابيين في عمق مدينة القصير ويقومون بالقضاء على إرهابيي جبهة النصرة. طبعا عمليات ناجحة ودقيقة نفذتها وحدات الجيش منذ الصباح الباكر في مدينة القصير والريف الشمالي من المدينة، حيث استعادت بواسل الجيش السيطرة على كامل مسار الضبع العسكري بعد تنفيذ عملية المطار. وتم تنفيذ هذه العملية من محورين هامين، المحور الأول من اتجاه الغرب والثاني من اتجاه الشمال، وخلال 4 ساعات تم السيطرة الكاملة على هذا المطار بعد تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة، فتم قتل عدد كبير منهم ولا نريد أن نذكر الرقم، وإلقاء القبض على آخرين. كما دمرت بواسل الجيش راجمة صواريخ وعربتين مزودتين برشاشي من نوع ميم طه. في المدينة تركزت العمليات على عدة محاور، أهمها المحور الشمالي الغربي، فقد استهدفت قواتنا الباسلة الإرهابيين بعدة عمليات نوعية دمرت من خلالها عدة مقرات لهم في الحارة الشمالية والغربية، كما دمرت أبرز مقرات إرهابيي جبهة النصرة شمال سنتر الزوري. إذن اليوم يدمر أبرز معاقل الإرهابيين شمال سنتر الزوري، وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير أدواتهم الإجرامية. أيضا دكت بواسل الجيش تجمعات الإرهابيين وأماكن تمركزهم وخطوط إمدادهم على محور الجوادية القصير الشمالي الغربي، حيث تعتبر بساتين القصير الشمالية معقل للإرهابيين ومركز إطلاق قذائف الهاون. فاليوم شكلت ضربات الجيش العربي السوري لهذه الأماكن ومراكز تحرك الإرهابيين ضربة صاعقة لهم. وإن شاء الله بواسل الجيش دائما يعدون أهالي القصير في العودة إلى بيوتهم بعد تهجيرهم من إرهابي النصر، فالعودة قريبة إن شاء الله. إليك وائل. إن شاء الله. المراسل الحربي معين درغام، كنت معنا من القصير، شكرا جزيلا لك.